عموما نسأل في الكلام ده أقدر مني بالتأكيد الكابتن الكبير كابتن أحمد عبد الحليم عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك. يا كابتن أحمد مشرف ومنور وألف مليون مبروك فوز الزمالك النهاردة. الله يبارك فيك يا حبيبي، تسلم يا كريم، وأنا قاعد والله بستمتع بالكلام اللي أنت بتقوله. أنا هقول إيه أكتر من اللي أنت قلته؟ يا رب يخليك يا كابتن أحمد. لا ده أنت النجم الكبير يا كابتن أحمد. لا أنت لا بجد والله، يعني أنت قلت الجول كنت تتمنى إن هو يتشسب بصراحة، الجول بتاع فتوح حلو قوي. هو بس انا هضيف على الموضوع ده حاجه، اتفضل. ان للاسف احنا ما شفناش اتخذت فيه، هي هو سيد نيمار الناحيه الثانيه لما جات له الكوره واضح انه كان واخد خطوه زياده عن اخر مدافع للاتحاد. لا ما هو واضح دي واضح دي دلوقتي حاليا في خطوط تقصد ما ترسمت للناس التوقيت بتاع دلوقتي واضح دي لا انا ولا انت نحكم فيها كده بالعين المجرده، فاهم؟ شفناها في العاب كتير جدا، صح؟ واخد بالك ازاي؟ كان لازم يبقى في خطوط عندك حاجات يقولوا لنا الكرة دي اتلغت فيه. بصراحة عندك حق طبعا. ما حصلش، ما اعرفش ليه يعني، انما انما هضم صوتك بصوتك ان تحسن كبير جدا في الاداء، وهضم صوتك بصوتك بطريقة اللعب اللي الزمالك بيلعب بيها، ان الزمالك محتاج وقت، اي طريقة جديدة الزمالك محتاج وقت. هي على فكرة طريقة جديدة على مصر كلها، يعني مش مظبوط الاسلوب اللي بيلعب بيه الراجل، مظبوط، ما كانش في حد بيلعب بيه، صحيح، واخد بالك ازاي؟ فبيدخل طريقه جديده في وقت الزمالك كان مستهلك فنيا. يعني لعيبه الزمالك ما كانتش، كانت الحاله برضو النتائج مش كويسه، حصل تغيير في الجهاز الفني هو جه، ما كانتش اللعيبه مستقره فنيا، صحيح، فدخل اسلوب وطريقه جديده للعيبه لسه ما استقرتش فنيا، فهياخد وقت اطول، صحيح، واخد بالك؟ انما عنده المساحه والوقت، لان الزمالك طبعا ما بينافسش على بطوله الدوري. الموضوع ده يعني خلصت منه خلاص، فهو عنده الوقت اللي يجرب فيه طريقه لعب، وهو على فكره من يوم ما جه مصمم على هذه الطريقه. صحيح صحيح. الزمالك الوقت النهارده لعبوا 60 دقيقه من اروع ما يمكن. وبعدين بعد كده حصل هبوط في النواحي البدنيه، وحصل تغييرات في الدفاع اثرت شويه على اداء دفاع نادي الزمالك، ده اللي خلى فريق الاتحاد يمتلك الكوره فتره يجي 25 دقيقه، وجاب جول حلو قوي 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 كمان، الاجوان الجميله، صح، الاجوان الجميله جدا، واخد بالك؟ وضيعوا يمكن فرصه او فرصتين كمان، صحيح. ده انا بقول نتيجه هبوط، لان الطريقه اللي بيلعب بيها الزمالك دلوقتي طريقه صعبه جدا، يعني فتوح اللي انت بتتكلم عليه النهارده بيلعب باك ليفت في الماتش نفسه، صحيح، بيلعب باك ليفت وبيلعب في نص الملعب، صحيح، وبيلعب جنب الاثنين المدافعين اللي ورا، صحيح. فالراجل طبعا بقاله كتير جدا كان مصاب وراجع من اصابه، فبذل مجهود قوي جدا، والطريقه دي كان فتوح ما كانش بيلعب بيها قبل كده، طول عمرنا شايفين ان فتوح بيلعب باك ليفت، وكان باك ليفت يعني بسم الله ما شاء الله باك ليفت منتخب مصر، مظبوط. فالنهارده بيغير له مكانه، ده شيء برضه كويس، محتاج وقت، انما انا بقول ان الفرقه محتاجه وقت طبعا، محتاجه برضه استقرار اداري، احنا كنادي الزمالك محتاجين استقرار اداري، لان طبعا الاستقرار الاداري طبعا برضه بيبان قوي على الاستقرار الفني، 100%، الهدوء الاداري بيبان على اللعب في اللعيبه للعيبه والجهاز الفني وعلى الجمهور وعلى الدنيا كلها، اتمنى ده يحصل، اتمنى ده يحصل، اللخبطه اللي عايش فيها نادي الزمالك تنتهي بقى، تنتهي بقى، واخد بالك؟ عوده رئيس النادي النهارده كان في يمكن حكم المحكمه كان حكم جميل جدا، وبيتهيألي الجمعيه العموميه صاحبه الحق الاصيل في انها تقول ده يقعد او ده ما او ده هو زي ما انت قلت يا كابتن احمد، الاستقرار لازم يبقى في المنظومه بالكامل، على مستوى الاداره وعلى مستوى الجهاز الفني واللاعبين. وبمناسبه الجهاز الفني، هل افهم من كده ان اللجنه الفنيه مقتنعه باسوريو، اسوريو مكمل مع الزمالك الموسم القادم؟ هو اسوريو يعني هقول لك على حاجه، هو احنا لما ابدينا راينا في هذا المدرب كان بناء عن السي في والخبرات اللي الراجل ده بيملكها، انما ما كناش نملك نجاحه، صحيح، من فشله، صحيح، واخد بالك؟ انما انت بتجيب مدرب، اي مدرب يشتغل في مصر جه على اساس السي في بتاعه، مظبوط، الكواليفيكيشن بتاعته، صحيح، الخبرات بتاعته، صحيح، فالخبرات بتاعته والشهادات بتاعته عاليه جدا، انما نجاحه من عدمه ده انا ما اضمنوش. فيريرا قبل ما يمشي كان انجح مدرب في مصر، جه في اخر سنه الامور هبطت معاه بشكل قوي جدا فمشي. لا هو مشي وهو كان برضه حقق نجاحات قويه جدا مع نادي الزمالك، واخد بالك؟ انما حصل له يعني ظروف ما كانتش كويسه اخر سنه، وسوريو البدايات بتاعته كويسه، صحيح، انما انت الجو اللي يشتغل فيه واللي يعيش فيه لابد ان يكون جو هادي، خصوصا الجو الاداري،
انا بس انا عايز افهم حاجه يا كابتن احمد، هل التارجت بتاع الراجل ده للموسم ده هو التواجد على الاقل في المربع الذهبي؟ لو ده التارجت يبقى الراجل هيبقى ناجح في نهايه الموسم. طبعا ده التارجت بس، يعني انت ما كانش ليك اهداف ثانيه. انت عايز تطلب منه اكتر من كده؟ خلاص لا انا عايز افهم، يعني انا بس عايز افهم. لا لا يعني لا مثلا لا كان جميل عايز الزمالك تقول لك مثلا ايه، لا احنا كان لسه عندنا فرصه ان احنا نلعب في دوري ابطال افريقيا لو كنا كسبنا المباريات اللي خسرنا فيها دي. طيب ماشي، انا بحاول اكسب وانا هكسب نقط، ما انا الفرق اللي انا بنافسها بتكسب. ما هو انا بس اعمل اللي عليا، واخد بالك ازاي؟ يعني هو الراجل بيعمل اللي عليه فماشي. ايوه طبعا كلنا عايزين الزمالك لما يلعب مع اي حد عايز يكسب. طبعا. واخد بالك ازاي؟ انما النهارده انا ما بلعبش على بطوله الدوري اللي انت عامل اللقب بتاعها 30 ورا بعض، خلاص يعني هو جاي وعارف الامور دي، فهو بيشتغل على انه بيجهز مجموعه من اللعيبه تنفع معاه الموسم اللي جاي. واخد بالك ازاي؟ وفي نفس الوقت يحافظ على الحاجه الباقيه، هتلعب في البطوله العربيه، هتلعب في كاس مصر، هيحاول فيهم وده شيء جيد. واخد بالك ازاي؟ انما انا بقول الى الان الامور اصبحت الامور الفنيه اصبحت جيده بنسبه 60%. 60% على فكره انا بالنسبه لي دي نتيجه كويسه. طيب كابتن احمد، عايز استغل وجودك معايا واسالك على يوسف اسامه نبيه، هل يوسف اسامه مجمد ولا يوسف اسامه ممكن يشارك مع الفريق لحد نهايه عقده، ولا الامور بالنسبه له ايه؟ هو اختفى فجاه، اختفى تماما. هو يعني هو انا رايي انه طبعا ما دام بص ما دام اللعيب ابتدى يبقى فيه تردد يبقى احسن يبعد في الفتره دي عن النادي عن الفريق. لانه مش هيبقى مركز مع التيم، دي نمره واحد. الناس كمان يعني اي حد هيجي حتى لو لعب هو الولد ولعب بشكل مش كويس هيقول لك يا عم ده بيفكر انه ماشي وبتاع، فهو ده الطبيعي اللي يحدث مع اي لعيب دلوقتي. اللي هو متردد اصل هو مش مثلا ايه مش بن شرقي بيلعب لنهايه عقده وهيمشي، يعني بن شرقي لعب لغايه نهائي كاس مصر ومشي بعد كده. ده راجل محترف، انما ده ولد صغير واللي حصل الفتره انه نظف نادي وانه عمل له لخبطه في دماغه لانه برضه لعيب صغير. يعني انا بتكلم على لعيب ما عندوش خبرات، ياخد خبراته كلها من والده. ولكن ده هذا لا يكفي يعني. فانا شايف ان هو يبتعد عن الفريق ده شيء دلوقتي صحي بالنسبه له لغايه لما يحدد موقفه. على فكره ما بقولش حاجه انا كنت بعملها بره لما بشتغل بره، اللعيب اللي لسه في الموضوع بتاع تجديد عقده من عدمه، مع انه كان عندي لعيب برازيلي ما كانش هو اهم لعيب في الفرقه. صحيح. مش مجدد عقده، قلت له رحت مقعده. صحيح. قلت له لغايه لما تحطه الامور يرجع يلعب، فده شيء طبيعي جدا مع يوسف حسام. طيب جماهير الزمالك طبيعي تسال ماذا عن الموسم القادم؟ الموسم ده خلاص بينتهي باللي فيه يعني. الموسم القادم بالتاكيد اكيد وحضرتك في اللجنه الفنيه شايف انه الزمالك محتاج الكثير من التدعيمات، تتفق ولا تختلف؟ طبعا. الزمالك محتاج لمجموعه من التدعيمات. هل بقى بدأتوا تشتغلوا على ده؟ يعني بدأتوا تشتغلوا على على اختيارات الاسماء على الاقل، يعني مش بتكلم طبعا ما احنا بنحط خطوط عريضه للعيبه المصريين واللعيبه اللي جايه من بره، بس برضه خد بالك الحد الفاصل في الموضوع هو المدير الفني المسؤول. 100%. يعني انا ممكن اقول من وجهه نظري انا كاحمد عبد الحليم ان نادي الزمالك محتاج ست مثلا مراكز فلان وفلان وفلان، المدير الفني يقول لا انا عايز ثلاث مراكز بس، كلامه هو اللي هيمشي. صحيح. لا بس يعني بس انت بصفتك عضو في اللجنه الفنيه هو يقول لك مثلا انا عايز لعيب في وسط الملعب، فانت تيجي تقول له والله انا عندي ثلاث لاعبين في الدوري المصري في وسط الملعب، ده رقم واحد وده رقم اثنين وده رقم ثلاثه، هي دي بتبقى مسؤوليه اللجنه الفنيه وفي الاخر المدير الفني هو اللي بيختار. طبعا انا فاهم. طبعا هو ده الشغل الطبيعي في اي حته. صحيح. في اي مكان انت بتجيب واحد رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه بتقول لهم دول المتاحين الموجودين، وحتى حسب قدرات الماديه كمان انا اقدر اجيب لك ده او ده او ده، هو بيختار بينهم. صحيح. واخد بالك؟ فالامور بص برضو بص يا كريم، كل حاجه تتعمل بشكل كويس جدا اذا حدث الاستقرار الاداري لنادي الزمالك، عشان حتى معلش عشان حتى ما يبقاش عندي الحجه اللي انا اقولها لك دلوقتي. يعني ان انا النهارده لو انا اللي في استقرار اداري ما كنتش اقول لك ان احنا اصلا مش مستقرين، لا خلاص كنا هيبقى الامور كلها فنيه بالنسبه لي. واخد بالك؟ انما انا برضو انا ممكن الامور الماديه برضو زي ما انت عارف في حجوزات وفي طبعا هتجيب لعيبه ازاي؟ ما هو حاجه اقول لك انا عايز اللعيب ده مثلا هتقول لي ده ب 10 قروش مش هنقدر ندفع. انت عارف ده كان سؤالي اللي جاي ليك يا كابتن احمد. انت برضو ممكن دلوقتي الزمالك كثيرا نتحدث عن ان الزمالك مهتم بفلان وهيضم فلان، وفي نفس الوقت نسمع دايما عن ازمه ماليه حاليه في نادي الزمالك. بالظبط. فبسال نفس السؤال، طب هو الزمالك هيشتري اللعيبه دي ازاي؟ هو
عشان كده لابد ان يكون هناك يعني حد عاقل يساعد في حل ازمات نادي الزمالك. صحيح صحيح. طيب بالمناسبه كابتن احمد، سيف الجيزيه النهارده عمل مباراه كبيره ومحترمه جدا وسجل هدفين، وحمزه المسوشي ايضا يقدم موسم رائع جدا مع نادي الزمالك. الاثنين عقودهم بتخلص بنهايه الموسم، الاثنين مستمرين ولا لا؟ لا هو بص اقول لك على حاجه بالنسبه لل عفوا سيف فاروق جعفر. هم طبعا الاثنين يعني بصراحه انا بالنسبه لي لا غنى عنهم، واخد بالك؟ انما انت عارف الراي هيبقى برضه في الاول هو في الاخر للمدير الفني، واخد بالك؟ المدير الفني طالما انت حطيت ثقتك في رجل يبقى هو اكتر مننا كلنا على هذا العمل. انا مش هجيب بني ادم يبقى مسؤول عن الكوره في نادي الزمالك واقول له اعمل واحد اثنين ثلاثه. مظبوط مظبوط، واخد بالك؟ فانا النهارده هقول رايي وميدو هيقول رايه واسماعيل يوسف هيقول رايه وطارق يحيى وعبد الحليم عادل وحمد عبد اللطيف وكل الناس اللي موجوده في اللجنه، واخد بالك؟ بس المدير الفني له راي ورايه هو اللي هيمشي. انا بقولها من دلوقتي يعني، انا بقولها امتى؟ اللجنه الفنيه دي رايها استشاري، واخد بالك ازاي؟ سبت راي فني يعني. انت مثلا لو جه المدير الفني وقال يا جماعه ايه رايكم في اللعيب ده؟ يعني هو ممكن يشوف لعيب من الدوري المصري او من بره الدوري المصري ويجي يعرضه علينا واحنا نقول له ايه؟ والله احنا شايفين ان هو مش كويس، هو يقول لك لا انا عايز، خلاص انت حر، لان انت الراجل انت اللي هتحاسب. بس مثلا اللجان الفنيه في العالم يعني يقول لك ايه؟ يعني مثلا انت عندك لاعب عقده ينتهي هذا الموسم اللي هو سيف جعفر، فسيف جعفر ده المفروض بوتنشال وانه واعد وانه ممكن يفيد النادي بعد كده. افرض جه المدرب وقال لك لا انا خلاص مش عايز اللاعب دوت، انت كلجنه فنيه مع اداره النادي بتقول لا ده راجل انا بستثمر فيه وانا راجل المفروض ده اشتغل. لا دي طبعا صح، هو ده اللي انا اقصده يا كابتن. دي تختلف. لا 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 لا، انت المدير الفني ممكن يكون مش عايز لعيب في الملعب ماشي، يعني عايز 25 لعيب بس، انا ممكن افكر 35 يعني. انا ممكن افكر 35، واخد بالك؟ انما همشي كلامك في عدد اللعيبه اللي انت عايزهم يبقوا موجودين معاك في الملعب طبعا. طبعا. فانت بتتكلم على سيف، لا سيف مثلا لو المدير الفني يعني طبعا ودي مش موجوده لان الراجل عايزه، لو الراجل مش عايزه انا بقى كنادي عايزه. خاصه اللوائح بتقول ان من حقك تحتفظ بعدد من اللعيبه تعيرهم او 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 تظهر يعني اي نوع من انواع التعامل، ده موجود طبعا، مش 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 هيبقى غريب يعني. انما المدير الفني من حقه يقول ده هيتمرن وده مش هيتمرن، طبيعي جدا. صحيح صحيح. كابتن الكبير كابتن احمد عبد الحليم عضو اللجنه الفنيه بنادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا، من اكثر الشخصيات المحترمه المهذبه اللي كمان فاهمه كوره كويس، ف محظوظ نادي الزمالك بالكابتن احمد عبد الحليم، ومحظوظ طبعا الكابتن احمد عبد الحليم بنادي الزمالك. مهم جدا تواجد اسماء كبيره زي دي دلوقتي في الظروف دي جوه نادي الزمالك، حقا للحق يعني. طيب